Hi everyone, with you Shayma Munir. Today let's start with time for English Primary 2 second term grammar. النهارده هنلم كل الجرامر اللي هناخده في second term time for English Primary 2 ابتداء من يونت 7 ليونت 12. طب مبدئيا كده يونت 7 بتتكلم عن ايه النهارده؟ بتتكلم على I like او اقول I don't like. لو في حاجة انا بحبها بقول عليها I like. Like يعني يحب. I like أنا أحب. I like for example pizza. زي ما احنا شايفين تحت كده مبسوط بيقول إيه I like وصورة البيتزا موجودة. I like pizza. أنا بحب البيتزا. طيب أو ممكن أقول I like rice. أنا بحب الرز. طيب حاجة أنا ما بحبهاش بقول إيه I like برضو؟ لا طبعا بقول I don't like. أنا لا أحب. I don't like spaghetti. مش بحب المكرونة السباكيتي. I don't like salad. مش بحب السلطة. And so on. Okay. يبقى احنا عندنا I like يحب. I don't like انا ما بحبش. I like chicken. انا بحب الفراخ. ممكن حد تاني يقولي لا. I don't like chicken. انا ما بحبش الفراخ. I like meat. بحب اللحمة. او حد تاني يقولي ايه. I like fish. انا بحب السمك. I don't like broccoli. أنا ما بحبش البروكلي مثلا. I don't like spaghetti. أنا مش بحب مكرونة السباكيتي. يبقى I like حاجة أنا بحبها. I like أنا أحب. I don't like أنا لا أحب. I don't like أنا لا أحب. I like دي جملة مثبتة. Don't like دي جملة نيجاتيف منفية. أنا لا أحب. وحط بقى أي noun تاني أنا مش بحبه. طيب إيه تاني عندنا؟ Grammar Unit 8 سهل جدا. بتكلم عن لما عاوز اسال على العدد بتاع اي حاجه بقول هاو ماني. هاو ماني فور اكزامبل لو انا عندي بطاطس عايز اسال كم بطاطس انت عندك مثلا بقول هاو ماني بوتيتوز. هاو ماني بوتيتوز كم بطاطسايه. هتقولي لي مثلا 2 بوتيتوز 2 3 3 and so on على حسب العدد اللي عندك. هاو ماني كاروتس كم جزرايه عندك كم جزر عندك. هتقولي مثلا 9 carrots. ناخد بالنا ان احنا ما بنسال على how many carrots لازم هنا عندنا اس للجمع يبقى كام جزر يبقى في معناها اكتر من جزرايه فبقول 9 carrots ما ينفعش اقول 9 carrot 9 carrots. اوكي grammar unit 9 بيتكلم على I feel انا اشعر بيه. لما انا مساله اقول علي هو انت ليه كنت absent امبارح في المدرسه ليه ما جبتش المدرسه يقول لي ايه لان مثلا I feel sick انا تعبان. طب ليه مش هتروح المدرسه النهارده يا علي. I feel tired انا اشعر بالتعب اشعر بي feel يشعر بي. طب يلا يا ادم انت مش هتروح النادي. No, I feel hot اشعر بالحراره انا حران. I feel hot شعر ان الدنيا حر. طب يلا يا علي يا علي نشوف النهاردة احنا هنروح الدرس. No mom I feel sick. ماما انا تعبانة حاسة بتعب. اوكي بيبقى I feel انا اشعر بي. Grammar Unit 10 بيتكلم على ال verb to be في ال question form. صيغة السؤال بسأل بي is he. لما انا اسأل مثلا اقولك ايه is he a doctor هو ده دكتور. Is he a doctor هو ده دكتور الواقف ده دكتور. Yes he is أيوه هو دكتور. أو أقول لأ مش هو دكتور هقول إيه. No he isn't لأ مش دكتور. Is she a teacher هل هي لأنك دي مدرسة. Yes she is أيوه هي مدرسة. Yes he is أيوه هو مدرس. No she isn't لأ هي مش مدرسة. No he is not هو مش مدرس. يبقى is he أو is she بسأل بيها للسؤال عن أشخاص. أوكي Grammar Unit 11 بيتكلم عن I can أنا أستطيع حاجة أنك بتقدر تعملها. هو can وأنه حاجة أنا أقدر أعملها أستطيع أن أنا أعملها. For example I can read طبعا بعرف أقرأ. I can jump بعرف أنط. I can climb بعرف أطلع أتسلق. طب الحاجة اللي ما بتقدرش أنك تعملها بقول I can برضو ينفع أقول مثلا I can fly هو أنت بتعرف تطير. لا طبعا ما نعرفش نطير يبقى نقول إيه I can't fly. I can't fly. She can't fly. I can't drive a car. أنا مش بعرف إن أنا أسوق العربية. I can't drive a car. أنا بعرف أسوق العربية. يبقى كان حاجة إنك تقدر تعملها. Cannot لا تستطيع إنك تعملها.
تمام، يبقى احنا ده grammar unit 11 كان بيتكلم على can. طب ما عاوز اسأل بقى، علي can you drive a car؟ علي انت بتعرف تسوق عربية؟ تقدر تسوق عربية؟ yes I can. no I can't. ايوه انا بعرف. لا ما بعرفش. ناخد بالنا اما دام انا سألت بيو الاجابة لازم تكون بآي، انت يبقى انا. can you؟ yes I can. no I can't. can you swim؟ yes I can. ما ينفعش اقول yes you can، لا انا بتكلم عن نفسي، هو سألني انا، يبقى انا بقول ايوه انا بعرف اعوم، ايوه انا بعرف اسوق. can you fly؟ no I can't. لا ما بعرفش ان انا اطير. ده كان ملخص الجرامر Time for English Primary 2. كان معكم الشيماء منير. الورق بخصوص الجرامر هتلاقوه على صفحتي على الفيسبوك. Thanks for watching and see you soon. Bye.